السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده فيديو هنتكلم فيه مع بعض عن التريلر الجديد بتاع لعبه اساسنز كريد فالهالا. خلاص بشكل رسمي احنا كده قدام جزء جديد من سلسله اساسنز كريد، بنسبه كبيره هينزل طبعا السنه دي. هو ما تحددش ميعاد نزوله بشكل نهائي، بس كان مكتوب فال 2020 على ما اعتقد او اواخر 2020 مع نزول اجهزه الجيل الجديد. وطبعا الجزء الجديد ده تم التاكيد على نزوله برضو للبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس، وهيكون برضو مدعوم على الاكس بوكس سيريس اكس بنظام السمارت ديليفري اللي هو الشكل الخاص بالباكورد كومباتيبلتي او الدعم المسبق لالعاب الاجيال القديمه على الاكس بوكس سيريس اكس. احنا بقالنا فتره طويله جدا بنسمع اشاعات يمكن من ايام اساسنز كريد اوديسي عن ان الجزء جديد من السلسلة هيكون في عصور الفايكنجز. هو هيتكلم عن فترة الحروب الخاصة بقبائل الفايكنجز مع بعض دول اوروبا وبالاخص انجلترا، اول ممالك السبعة اللي كانت بتكون انجلترا من بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. فزي ما انتم عارفين احنا اتكلمنا كتير جدا عن الاشاعات دي، عن التفاصيل دي في الفيديوهات بتاعت حلقات الاخبار، و اعتقد انها بنسبة كبيرة ممكن تكون صح في الاخر من بعد تأكيد الفترة الزمنية نفسها. التريلر اللي اتعرض انا شخصيا عجبني جدا. اعتقد ان يوبي سوفت عمرهم ما عملوا تريلر سينمائي سي جي اي الا ما كان فيديو ممتاز، ولكن طبعا احنا بنبقى مهتمين اكتر ان احنا نشوف اللعبة في الاخر هي هتقدم لنا ايه. لكن التريلر كان ممكن يكون واضح من خلاله ايه اللي احنا مقبلين عليه، واللي هو زي ما كنا سمعنا عنه في الاشاعات، والناس اللي اتفرجت على مسلسل زي فايكنجز هيكونوا فرحانين اعتقد باللي هم شافوه قدامهم، لان التريلر ده انا ما اتفرجتش على المسلسل بالمناسبه، لكن اغلبيه صحابي اللي اتفرجوا على المسلسل ورولي لقطات، واللي هو التريلر ده ممكن يكون عباره عن ريميك معمول للقطات دي. وطبعا جنب التريلر نفسه كان في تفاصيل، في معلومات رسميه اتقالت عن اللعبه بشكل مبدئي لحد ما اعتقد ان احنا هنشوف بقى الجيم بلاي يوم 7 مايو اللي جاي في الشو او في اللايف ستريم اللي هيقدمه مايكروسوفت، اللي هيتكلموا فيه عن الالعاب بتاعه الجهاز اللي جاي منهم اللي هو الاكس بوكس سيريس اكس. فاحنا هنتكلم عن التفاصيل اللي المطورين اتكلموا عنها، هتكلم معاكم عن رايي بالنسبه لرايي اولا كده للفتره التاريخيه. الفتره التاريخيه الخاصه بالغارات بتاعه الفايكنجز على اوروبا وعلى ويسكاس بالتحديد والمناطق دي كانت فترة ممكن يكون فيها شحن سياسي، مواجهات حربية كتيرة جدا، ممكن اتخيل شوية هيستخدموها ازاي في القصة، ولكن طبعا مش هيكون فيها من ناحية القيمة الثقافية او القيمة الاجتماعية والانسانية عموما حاجة قد مثلا لما نشوف حضارات كبيرة زي الحضارة المصرية القديمة او الحضارة اليونانية او اي حضارة او اي فترة تاريخية من الفترات التاريخية الكبيرة اللي احنا شفناها في الاجزاء اللي فاتت من السلسلة. ولكن في ممكن نقول دراما، في شحن بشكل كبير جدا في الاحداث من ممكن ان اللعبة تستفيد منه، وهم بيتكلموا عن ان الفترة دي عاوزين يعرضوها بشكل تاريخي يكون عادل بالنسبة لتقديم الشخصيات، لان من ضمن الشخصيات اللي هو هيكون العدو الرئيسي لنا في اللعبة هو ملك ألفريد ذا جريت، اعتقد ده اللقب بتاعه. هو ليه تاريخ طويل في الصراع مع الفايكنجز والغارات بتاعتهم، وصراع طبعا حربي وسياسي بشكل كبير جدا. فهو طبعا من الصعب انك انت تعرض الشخصيه بتاعته بحيث ان هو يكون شرير، فهم بيقولوا ان الشخصيات مش هيكونوا لا على جانب خير مطلق ولا شر مطلق. اوكي ده شيء كويس جدا عشان ما نشوفش القصه عباره عن استعراض تقليدي جدا للصراع ما بين الخير والشر. نشوف حاجة ممكن يكون فيها دراما، يكون في فعلا شخصيات بأبعاد مختلفة قدامنا. وغالبية اللعبة هتكون في انجلترا، هيكون في مناطق في النرويج، وطبعا في تنقل ما بين المناطق دي بالسفن، وده يمكن هينقلنا بعد كده لنقطة ممكن تخص الجيم بلاي. طول القصة على حسب كلام منتج اللعبة انت اللي هتعمله انك انت بتبني مستعمرة خاصة بالفايكنجز، والمستعمرات دي هي هتكون قلب اللعبة، هي هتكون قلب اللعبة من حيث تقدمك في الاحداث ومن ناحية الاستكشاف والكلام ده. منتج اللعبة قال ان هما لما كانوا بيبصوا للاجزاء اللي فاتت انك انت لما بتاخد الخريطة بتزور مكان معين بتخلص منه بتروح على المكان اللي بعده وبتروح على المكان اللي بعده والكلام ده، فهم مش عاوزين حاجة زي كده ان هما يعملوها تاني، هم عاوزين ان يكون في زي منطقة رئيسية الاحداث القصة الشخصية بتتمحور حواليها، والقصة الخاصة بالمكان ده والقصة بتاعت الشخصيات الموجودين فيه بتتغير على حسب الاختيارات بتاعتك اللي تخص القصة نفسها.
فانت بتكون تحالفات، انت بتكون عدوات، وكل الكلام ده بيتمحور في المكان ده اللي هو المستعمرة، الساتلمنت الخاصة بيك اللي انت بتبنيها. فانت بتبني ساتلمنت، والساتلمنت دي بيكون فيها كلان او قبيلة او عشيرة الخاصة بيك، ومن هنا بتتأسس عناصر الار بي جي بتاعت اللعبة الخاصة بالقصة تحديدا. هي فكرة كويسة جدا، بس فكرة الاختيارات والار بي جي اليمنتس الموجودة في القصة اعتقد ان احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، لان احنا بنتكلم عن لعبة المنطق بتاعها في استعراض القصة ان التاريخ مكتوب وانت بتشوف الاحداث التاريخية اللي اتكتبت دي ماشية ازاي. دي نقطة اعتقد ان ليها علاقة بهوية السلسلة، وانا يمكن كنت اتكلمت عنها زمان قبل ما يتم الاعلان عن Assassin's Creed Origins، ومن بعد الاعلان عن ان في سنة لأول مرة تحصل من خلالها ان ما يكونش في جزء جديد هيتنزل في Assassin's Creed، كان اعتقد ده كان سنة 2016، وكنت اتكلمت عن الحاجات اللي انا نفسي شخصيا ان انا اشوفها والحاجات اللي نفسي انها ما تحصلش، وكان من نفسي ان هو ما يحصلش ان يكون في اختيارات في القصة زي ما قلنا التاريخ مكتوب. لكن ودي نقطة نتكلم عنها بعد شوية بالنسبة لهوية السلسلة، احنا اتحطينا قدام الامر الواقع خلاص مع الجزء اللي فات ان في اختيارات في القصة. اختيارات في القصة كانت متقدمة بشكل انا ممكن اقول ان هو سطحي جدا لو قارنته باي لعبة ار بي جي، حتى لو مستواها جيد من الالعاب الواحد لعبها طول حياته، خصوصا من الالعاب الار بي جي غربية، بس هنتكلم عن النقطة دي بعد شوية بالنسبة لموضوع هوية بتاعت السلسلة. تاني حاجة هم اتكلموا عن الاستكشاف، ان الاستكشاف طبعا هيكون جزء مهم جدا منه، انك انت بتشوف المناطق من حواليك وهم عاوزين يكبروا العملية دي بأكبر قدر ممكن. والحاجة اللي أنا شخصيا كرهها من الجزئين اللي فاتوا واللي هي ديزاين ترند ممكن يكون مزعج جدا في ألعاب بتاعت يوبيسوفت مؤخرا، هو النسر. النسر هيرجع هنا بس على هيئة غراب. الغراب طبعا حيوان ممكن يكون مرتبط بشكل كبير جدا بالميثولوجي الخاصة بالفايكنجز، وفي المقابلة بتاعت يورو جيمر اللي أنا بنقل لكم الكلام ده منها هما ما اتكلموش او ممكن اقول ما نافوش او اكدوا ان الغراب هيتم استخدامه زي ما كان بيتم استخدام النسر في اوديسي واوريجن، لكن هما بيقولوا انه هيكون جزء في عملية الاستكشاف بحيث ان هما ما يخلوش اللاعب يعتمد بشكل كبير على الهيدز اب ديسبلاي اللي هي واجهة المستخدم، العناصر اللي انت بتشوفها قدامك على الشاشة زي الخريطة او البوصلة او الحاجات اللي انت ممكن بتساعدك وانت بتلعب. بصراحة يعني انا مش عاوز ارفع مستوى توقعاتي ناحية حاجة زي كده، بس انا محتاج اشوف جيم بلاي عشان اشوف الموضوع ده هيمشو ازاي. لكن اتمنى من قلبي ان انا ما اشوفش النسر عبارة عن اداة ان ارفعه كده لفوق واقول له يلا بقى وريلي انا اروح فين، والجيم بلاي كله يكون باظ بسبب الجيم ميكانيك سخيفة زي دي. ومن هنا ممكن نقول ان دي التفاصيل المهمه اللي اتقالت، واعتقد ان احنا لازم نستنى لحد يوم 7 مايو اللي جاي عشان نشوف تفاصيل اكتر وعشان نشوف جيم بلاي، لان اللعبه دي في تسويق مشترك ما بين يوبيسوفت ومايكروسوفت، واعتقد ان احنا هنشوفها في المؤتمر الخاص بمايكروسوفت يوم 7 مايو اللي جاي. ولكن في حاجات تعليقات اكتر عندي، وانا شخصيا مش عاوز اكون عامل زي الاسطوانه المشروخه واقعد اكرر في نفس الكلام اللي انا قلته في الفيديوهات اللي انا عملتها طول الفتره اللي فاتت. انا هحط لكم الفيديوهات دي في الاي فوق على يمين الشاشه، لان انا اتكلمت مثلا في فتره عن المشكله العامه اللي احنا بنشوفها في الالعاب بتاعت يوبي سوفت، او اتكلمت عن ان ازاي لعبه زي Assassin's Creed Unity كانت من ممكن تكون اساس بتطور منه اللي بتقدمه السلسله وتفضل انها محتفظه بالهوايه بتاعتها، انها لعبه اكشن ادفنتشر موجوده في عالم مفتوح معتمده على التخفي والتسلل والاختيالات والكلام ده. في فيديو كمان كنت اتكلمت فيه عن العناصر الار بي جي اللي موجوده في الالعاب اللي هي بشكل اساسي ممكن نقول عنها انها العاب اكشن ادفنتشر او العاب ممكن تكون من انواع تانية لكن هي مش العاب ار بي جي بشكل اساسي، وبين بقى الالعاب اللي هي فعلا يتقال عليها ار بي جي. تلات فيديوهات دول انا يمكن كنت مقدم من خلالهم رأيي عن الوضع الحالي او الوضع اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده من الالعاب بتاعت يوبي سوفت. هما بيقولوا ان من بعد بريك بوينت اعترفوا طبعا بالغلطات بتاعت اللعبة، واعترفوا انها كانت ازمة كبيرة جدا بالنسبة لهم، اجلوا العاب كتيرة جدا بسبب اللعبة دي، وقال ان هما هيخلوا في فرق خاصة برقابة الجودة تشتغل العاب من هنا ورايح، وان هما يحاولوا بقدر الامكان ان يكون في هوية خاصة بكل لعبة، مش كل الالعاب بتنقل افكار من بعض. فدي من ضمن الحاجات اللي مخلاني انا عاوز اشوف اللعبه دي هتقدم ايه، على الرغم ان انا عارف كويس جدا ان الهويه بتاعت السلسله ممكن تكون
خلاص الهوايه بتاعت السلسله راحت من ساعه اساسن كريد بلاك فلاج. كان في محاوله من خلال اساسن كريد يونيتي، بس للاسف ممكن نقول ان يوبي سوفت بيتخلوا عن الماضي بتاعهم بما فيه من ايجابيات وما بيحاولوش ان هم يحلوا السلبيات. وفي الوقت الحالي مع الفتره التاريخيه اللي هم عاوزين يقدموها، وكوني انا شخصيا بحب اي حاجه ليها علاقه بالفايكنجز والاساطير بتاعتهم وتاريخهم وهكذا، ده مخليني ان انا برضو عاوز ان انا اشوف اللعبه هتقدم ايه، اللي هو ممكن اكون مش عاوز ان انا في الاخر اوصل ان انا العب لعبه اكون متضايق من نوع انا بلعب. دي حاجه انا ما بحبهاش عموما اصلا، ان اي لعبه انا منتظره ان انا منتظره على اساس ان انا عارف ان انا هتضايق منها. انا عاوز استمتع باي لعبه بحط ايدي عليها باي شكل من الاشكال، وخصوصا مع لعبه زي دي انا اتمنى انها تكون على قد المستوى المطلوب. عارف كويس جدا انها خارجه عن الهوايه بتاعت السلسله نفسها، بس لما يجي نتكلم عن العاب تانية استخدمت اسامي سلاسل ملهاش اي علاقه بيها، زي براي على سبيل المثال. براي اللي نزلت في 2017، اللعبه دي من اكتر الالعاب اللي انا حبيتها الجيل ده، من اكتر الالعاب المظلومه كمان، بس للاسف هي بتستخدم اسم سلسله هي ملهاش اي علاقه بيه وملهاش اي علاقه باللعبه اللي كانوا هيومن هيد ستوديوز قدموها قبل كده، ولا ليها علاقه بالجزء الثاني اللي اتلغى. لكن اللعبه كانت حلوه. انا ما اقدرش ان انا انكر ان اللعبه كانت حلوه جدا، واي حد بيحب الاميرسيف سيميليترز بقترحها عليه بدون اي نقاش. ففي الوقت الحالي اللي انا طالبه بس من اساسن كريد فالهالا ان التخفي يرجع بشكل محترم. لو عاوزين تقدموا عناصر ار بي جي يا ريت تكون عناصر ار بي جي حقيقيه مش وهم اختيار. تصميم المراحل يكون متنوع، كومبات سيستم يكون كويس وممتع، الاستكشاف يكون استكشاف ممتع، خصوصا ان هنا احنا بنتكلم عن ان النيفل كومبات ممكن يكون رجع تاني، ومع رجوعه احنا بنتكلم عن فتره تاريخيه او قبائل الخاصه بالفايكنجز اللي هم قبائل من المحاربين واللي ليهم الشانس الخاصه بيهم. وانا كواحد بيحب مزيكا زي الهيفي ميتال، جزء كبير او في موفمنت في المزيكا دي خاصه بالفايكنجز، وانا حبيت الفايكنجز والاساطير والتاريخ بتاعهم بسبب المزيكا دي بالتحديد. فانا عاوز اشوف اللي انا كنت مثلا بسمعه في الاغاني بتاعت بعض الفرق اللي انا بحبها زي امونا مارس. مش عاوز المزيكا طبعا تكون هيفي ميتال، بس على الاقل تكون حاجات اللي هي فولك، اللي مثلا زي اللي انا بسمعها مع فرق زي هيلونج على سبيل المثال، واللي هيتم استخدام الاغاني بتاعتهم في لعبه هيل بلايد 2. فلما الواحد يسمع الشانتس الوور شانتس بتاعتهم وهو راكب على سفينة وبيتمشى في البحر وفيه اللي هو الشفق القطبي ده موجود فوقيه، لا انا بصراحة دي حاجة هتكون حلوة جدا بالنسبة لي، وعاوز اللعبة اللي حواليها تكون ممتعة. اتمنى حاجة زي كده تحصل، اتمنى. انا مش عاوز ان انا اشوف جيم اوف زير ماتيريال، انا عاوز اشوف حاجة ممكن تكون ممتعة بس مش اكتر، حاجة ما يطلعش منها قرفان واللي هو حسيت بتضيع الوقت. انا مستني اراكم وتعليقاتكم بخصوص اللي انتوا شفتوه. انا عارف ان في ناس كتير هتتكلم عن موضوع الهوية ده، وعارف ان في ناس بيحبوا الفايكنجز او بيحبوا مسلسل زي فايكنجز هيكونوا متحمسين اللي هم شافوه قدامهم. فارائكم تحت في الكومنتس مستنيها. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.